السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا أخوان، اليوم بدي أحكي لكم عن فكرة كثير حلوة وجميلة للناس اللي حابين يعني ينظفوا حدود المكاين بسرعة وبنظافة بدون ما يعني يغلبوا حالهم، أو نحكي يعني يضغطوا على الهد بكثرة. وطبعا هذا بكون في انتظام في موضوع الضغط. بدي اعلمكم اليوم كيف تصنعوا ماكينه بسيطه جدا وبسهوله وباقل التكاليف، والقطع المتواجده عندكم اكيد هي متوفره و100% موجوده عندكم. طبعا يا اخوان، هاي الفكره كثير جميله وما بتغلب وبسيطه جدا، وطبعا هي نموذج مصغر لماكينات اللي نحكي اللي بنظفوا الهدود الكبيره اللي بيبيعوها الشركات الصينيه. وطبعا نفس الفكره ولا اي شيء بيختلف، بس اللهم يعني اللي هو في تنظيم في موضوع السرعات، في تنظيم في موضوع نزول، وفي فلترة للمحلول أثناء رجوعه للماكينة. طبعا راح أحكي لكم اللي هو إيش نحكي مكونة، موضوعها بسيط جدا. شوفوا، قاعدة خشب بالطريقة هاي، قاعدتين فوم بورد، وقاعدة أكريليك مفتوحة. القاعدة الأكريليك على مساحة الهدود، طبعا أنا فتحتها على أكبر هد موجود عندي، مثلا زي الهد نحكي اللي هو ال 4720 دي اكس 7، تمام. وبعدين بنجيب ماتور الضخ، هذا الماتور أنتم عارفينه اللي هو موجود تحت الكاب اللي بيمسك أو بيمتص الحبر الموجود في الهد أثناء الضغط. في عندكم طبعا مقاسات منه، في عندي مقاس اللي هو 200 مل، وفي عندي مقاس هذا الموجود 300، وفي 400 مل. أنا ركبت اللي هو ال 400 مل. طبعا يا اخوان هو هذا منتظم في الضخ لانه هو بضخ متتالي، تمام، مش مستمر، يعني ضخه وبفصل، ضخه وبفصل، ضخه وبفصل، يعني بالطريقه هاي. فهو ما بيخرب الهيد، او نحكي ما بضغط على الهيد بكثره. وبعدين هذا يا اخوان اذا كان الهيد مسكر اصلا بفصل، تمام، خذوها قاعده. اذا الهيد عندك مغلق هذا بفصل مباشره، يعني مبطل يضخ، يعني بكون هذا يعني زي ما بنسميه انه لطيف خفيف على الهيد، ما بيخرب الهيد، تمام. هذه كمواصفات الموجوده. طبعا انتم بتقدروا تعملوا، انا طبعا بحط بايب بايب، او نحكي مدخل مدخل، ما بحب احط كل مدخل. تقدروا تسووا بالطريقه هي كمان. شوفوا كيف هذا اللي هو النقصات احنا بنسميهن، طبعا موجودات، هاي النقصات موجودات. طبعا هاي بتدخل برؤوس الهيد من فوق، وهذا بتبلش تنقص معك لا تصل لمدخل واحد فقط، بدل ما يكون عندنا اربع مداخل. مثلا انا عندي هيد نحكي ال 4700 اربع مداخل، فبندخل احنا الاربع مداخل بالطريقه هاي. شوفوا كيف كثير الفكره حلوه وجميله وبسيطه، تمام. شوفوا كيف، شوف هاي بالطريقه هاي، وبصير مدخل واحد، فبصير يضخ وبصير شوي شوي يفتح معك الهيد. طبعا يا اخوان عشان انا اعطيكم بصريح العباره، هذه الطريقه ما بتزبط الا للهدود المفتوحه او اللي مسكره شيء بسيط. يعني ما تقول لي هيد صار لك سنه موقفه بدك تضغطه بالطريقه هاي، ما راح يزبط معك الحال، تمام. فهاي الطريقة للهدود اللي منسدد شوي، يعني في اغلاقات بسيطة، يعني بدها تفتحها من هون، بدك تفتحها من هون، من الاطراف، من الوسط، مسكرة فتحات معينة من الهد. فبتستخدم هذه الطريقة سهلة وبسيطة وممتازة، وما بتستهلك معك كميات كبيرة من المحلول. وثاني اشي ما بتكبكب يعني برا، العفو يعني عشان انه ما نستهلك كمية كبيرة. ثاني اشي منتظم، يعني بتقدر انك تستخدم اللي هو الراجع. ليش؟ لانه اصلا بكون الهيد فاتح، احنا من النظف وتنظيف فقط لا غير، يعني ما بيكون في شوائب. ليش؟ لانه اصلا الدامبر بكون فيه فلتر، وقبل الدامبر بكون اللي هو الخزان فيه فلتر، فما راح يكون مع الحبر يفوت وسخ الا اذا كان ناشف الهيد. فاحنا بنستخدم هذه الطريقه بس للهدود اللي هي الفاتحه وما فيها اي مشكله. طبعا بتستخدم معها يا اخوان المحول، هذا المحول يعني عشان نشغل الماتور براني. هذا المحول نحكي 240 فولت، طبعا هذا 12 فولت 2 امبير، 2 امبير 12 فولت بطلع مع 2 امبير. هذا مناسب للماتور تبع الضخ، مش اكثر من هيك، يعني لا تجيبوا محول اكبر من هيك لانه ممكن هذا ينحرق، تمام. فانا بالنسبه لي كشخص يعني او كفنيسي، يعني
بستخدم اسلوب اني اضخ في فتحه فتحه، تمام؟ ما بستخدم اللي هي الفتحات الكثيره، هذا طبعي. ممكن اذا كان الهيد هيك اربعه استخدم، اما اذا كان سته زي الاكس بي 600 هذا سته، او نحكي ثمانيه زي الدي اكس 5، انا بفضل لا تضغط خط خط فقط. نرجع انبهكم يا اخوان، هذه نحكي الماكينه او الطريقه فقط للهدود اللي هي فاتحه. لا تقول لي بكره الهيد عندي ما نظف او ما زبطت العمليه، ليش؟ لانه اصلا مسكر، فهذا المضخه اذا كان مسكر راح توقف المضخه، ما راح تكون قويه لك، تمام؟ فاحنا بنستخدمها بس لا اللي هو الهدود الفاتحه. طبعا موضوعها بسيط جدا، بندخل اللي هو هذا، نحكي الكاسه هذه او نحكي البلاستيكه هذه اللي قطعناها، بنحط فيها المحلول، وهذا خط الداخل من هون، وخط الخارج بندخله في واحدة واحدة من مداخل اللي هو الدي اكس 5. طبعا هسه افرجيكم من تحت كيف راح يكون نزول نحكي المحلول، في بسيط جدا وبهداوه ما بيخرب موضوع الهيد باذن الله تعالى. خليكم معي. طبعا يا اخوان احنا قربنا الصوره قدر الاستطاعه عشان تقدروا تشوفوا كيف المحلول راح ينزل بانتظام طبعا، وبدون ما يكون ضغط على الهيد ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا خليني بس انزل لكم كمان شوي الكاميرا بالضبط عشان احنا نشوف كيف نتاكد النزول. طبعا يا اخوان مباشره احنا بنشغل، طبعا خلي عندك اللي هو المحول عليه سويتش اوف وسويتش اون، ليش؟ لانه ممكن يكون يعني صار ضغط على المحلول كثير فبتوقف الماتور بسرعه، تمام يا اخوان؟ هيك احنا ثابت عندنا، احنا بنقول بسم الله، بس نضغط نمسك اللي هو المحلول عشان ما يفلت معنا اللي هو البايب، ونشغل. لاحظوا معي، شايفين كيف؟ طبعا هو بضخ، شايفين كيف؟ ضربة ضربة، يعني نحكي شوي شوي اساس انه ما يخرب معنا نحكي قاعدة الهيد، وما يخرب معنا اللي هو جوانب الهيد. فهو بنزل بنعومة جدا، شوفوا كيف، اذا بتلاحظوا نزول. طبعا انتوا بتخلوها هاي نحكي فترة، نحكي ما يقارب اذا الهيد عندك فاتح ما يقارب نحكي من ثلاثة الى اربع دقائق، خمس دقائق فقط لا غير، مش اكثر من هيك بتخلوه، تمام؟ اذا ملاحظين انتوا كيف، شايفين معي الشلال كيف، هيو اذا ملاحظين شايفين الشلال هيو نازل. طبعا هسه هو بيشتغل حسب الضغط الموجود على نحكي داخل، انه اذا في عنده فصل او لا، تمام؟ احنا بنقدر طبعا المحلول نفسه اللي نزل هون نستخدمه مره ثانيه، كيف؟ هسه بفرجيكم الطريقه. بنوقف اول شيء اللي هو الماتور، بعدين اللي هي القاعده اللي فيها المحلول بنفضي فيها هون، شوفوا كيف، خليكم معي شوفوا كيف. هسه احنا نفسها اللي نزلتهم برد يستخدمهم مرة ثانية، بنشغل بسم الله، شايفين هيا، فهو نفسه اللي بنزله برد تستخدمه مرة ثانية، تمام؟ وعلى هذا الأساس بصير تستخدم اللي هو مدخل مدخل، تمام يا إخوان؟ فقط لا غير. خلصت، تفصل المحول توقفه، تمام؟ وبتنتقل إلى المرحلة الثانية أو المدخل الثاني. طبعا يا إخوان بعد ما فرجيتوا الطريقة كثير لطيفة وحلوة وممتازة، وبتنظف معاك شوي شوي، شوفوا حتى يعني ما بتوسخ معكم، لا المحلول بيطلع برا ولا بنكب، وبتشتغل معكم نحكي بلطافة وأريحية، ما في أي نحكي خراب إن شاء الله بإذن الله للهد. بس برد أنبه مرة ثانية يا أخوان، هذه الطريقة للهدود الفاتحة اللي هي مغلقة شيء بسيط، تمام؟ اللي مغلقة شيء بسيط، يعني إذا عندك أكم من مدخل مسكرات ممكن تستخدم الطريقة هاي، وإذا عندك الهد مسكر كامل هاي الطريقة ما بتزبط يا أخوان، لأ أصلا هذا الماتور راح يوقف، ما راح يبلش ضخ لانه اصلا مسكر، فهو مباشره الماتور هذا اذا كان مسكر هذا بوقف لانه في اوتوماتيك بوقفه، تمام يا اخوان؟ هذه الطريقه للهدود الفاتحه. طبعا تستخدم اكثر من هيد،
طبعا للهدود كامله تقريبا تقدر تستخدم هاي الطريقه، وزي ما قلت لكم اذا بدكم التحويله كامله هيك بالطريقه هاي برضه بصير، ومدخل واحد ويضغط على الاربعه لحاله. طبعا تتركوها ممكن انتم الهد الفاتح او المغلق شيء بسيط، يعني نحكي اذا مغلق اكم من فتحه فيه ممكن تخليه بس زي ما حكيت لكم من 3 إلى 4 دقائق وان شاء الله بفتح معك. اذا عندك مغلق نحكي تقريبا الخط فيه نص مغلق بدك تخليه تقريبا الى 10 دقائق يظلوا يغسل، يعني ترجع الماده ترد تفوت ترجع الماده ترد. طبعا هو من ضمن الضخ، اذا لاحظتوا الضخ يعني متقطع ما بيكون الضخ مره واحده. ليش؟ هذا الماتور ما بيخرب موضوع الهد، فضغطه بتكون يعني متقطعه ما مش مت يعني دايركت. فهاي الطريقه ممتازه جدا للهد، اي هد بدكم اياه تغسلوه، وان شاء الله بتزبط معكم الطريقه بسهوله وما فيها اي تعقيد من الله تعالى. طبعا يا اخوان اي استفسار حطوا لي بالكومنت تحت ان شاء الله وراح اجاوبكم عنه باذن الله تعالى، واي ملاحظات انا ان شاء الله ما بقصر معكم باي شيء. طبعا يا اخوان اكيد لا تنسونا بالاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس اكيد واللايك للفيديو عشان يصلكم كل شيء جديد يا اخوان. واكبر نحكي اكبر نحكي نجاح لنا هو دعمكم لنا بالقناه عشان نستمر باذن الله تعالى في امور كثيره نفيدكم فيها في امور الطباعه والدعايه والاعلام باذن الله تعالى، ونشوفكم بحلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.